تشهد محطات بيع الوقود بالعاصمة المؤقتة عدن إقبالا كبيرا وحالة من الزحام عقب صدور بيان من نقابة شركة النفط هدد بوقف تموين السوق المحلية في غضون 3 أيام. وجاء تهديد نقابة شركة النفط عقب عودة الخلاف مع شركة مصافي عدن والتي عاودت البيع المباشر للمشتقات النفطية عبر المساكب المستحدثة بشكل غير قانوني ومخالف للقوانين المنظمة للشركتين. وكانت نقابة شركة النفط بالعاصمة المؤقتة عدن قد أصدرت بيانا هددت فيه بوقف تموين السوق المحلية بما فيها شركات الطيران في غضون 3 أيام. وللحديث أكثر عن هذه التطورات ينضم معنا مراسلنا من عدن أدهم فهد. أدهم أهلا بك، يعني ما هي آخر المستجدات في قضية تهديد شركة النفط بوقف تمويل وضخ السوق المحلية بالنفط؟ نعم، أصدرت نقابة شركة النفط اليمنية بالعاصمة المؤقتة عدن بيانا أمس الاثنين حددت فيه بوقف تمويل السوق المحلية بالمشتقات النفطية وبما فيها شركات الطيران. هذا التهديد يأتي عقب ما وصفته نقابة شركة النفط بالتجاوزات القانونية للقانون المنظم لعمل الشركتين بين شركة المصافي وشركة النفط. تتهم نقابة شركة النفط شركة مصافي عدن باستحداث مساكب للبيع المباشر للمشتقات النفطية، وهذا ما تسميه شركة النفط بالتجاوز كونها هي المخولة قانونا بتسويق المشتقات النفطية، في حين يحدد القانون مهمة شركة مصافي عدن باستيراد المشتقات النفطية وتكريرها فقط لا غير. هذا التهديد وضعته نقابة شركة النفط كمهلة للحكومة الشرعية للضغط على شركة المصافي. هذه المهلة حددت ب3 أيام، انتهى اليوم الأول منها وتبقت 48 ساعة. طبعا هناك انعكاسات لهذا البيان ولهذا التهديد، حيث شهدت يعني مئات السيارات للمواطنين تقبل بشكل كبير على محطات بيع الوقود، وذلك خشية حدوث أزمة خلال اليومين القادمين. نعم. طيب، يعني كيف يمكن تفسير يعني هذا الإجراء من مصافي عدن بتموين الشاحنات واستحداث مساكب غير قانونية بحسب ما تقول شركة النفط؟ نعم، أصدرت شركة مصافي عدن بيانا اليوم الثلاثاء أوضحت من خلاله بأن استحداثها لتلك المساكب يأتي عقب تجاوز آخر اتهمت فيه شركة المصافي شركة النفط بأنها لا تدفع مستحقات شركة المصافي. بالمجمل يمكننا القول بأن هناك خلافات مالية ما بين الشركتين، والمواطن في عدن هو المتضرر الأول من هذه الخلافات. نعم. طب أين موقف الحكومة يعني والسلطات من هذا الخلاف المتنامي؟ نعم، للعلم هذه الخلافات ليست جديدة، وقد كانت هناك احتجاجات مشابهة في مطلع إبريل المنصرم، وأيضا قبل حوالي أشهر وربما منذ أكثر من عام، وهذه الخلافات مستمرة. دور الحكومة يكاد يكون غائب، وإن وجد يكون لغرض التهدئة، لكن لا حلول جذرية لهذه الخلافات. نعم، مراسلنا من عدن أدهم فهد، كل الشكر لك.